الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك الشهر رمضان كريم. يشرفني أن أرحب بالجميع في اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. والذي يعد مناسبة لاستشراف آفاق عمل هذا المركز مستقبلا إن شاء الله، حيث سيخصص أساسا لمناقشة مشروع مخططه الاستراتيجي للفترة الممتدة ما بين سنة 2018 وسنة 2022. هذا الاجتماع فرصة لتهنئة المركز بمناسبة حصول مجموعات المغربية المنسقة للكائنات الحية الدقيقة التابعة له على صفة سلطة إيداع دولية (الأوتوريتي دو ديبو انترناسيونال) التي منحت من طرف المنظمة العالمية الملكية الفكرية للمركز. ويمكن أن أقول أننا يجب أن نسجل باعتزاز أن بلدنا أصبح اليوم في هذا المضمار أول دولة على الصعيدين الإفريقي والعربي تتوفر على هذه الصفة. ولا بد أن ننوه بمجهودات جميع القطاعات الحكومية، جميع الأطراف المعنية، وأيضا بمؤسسة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، هي الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز. هذا الإنجاز مهم لأنه سيمكن الباحثين المغاربة من حفظ عينات الكائنات الحية الدقيقة المتعلقة باختراعاتهم في المغرب محليا، يعني في المغرب لدى هذه السلطة، دون الحاجة إلى حفظها لدى سلطات إيداع دولية. وهذا كما تعرفون سيمكن هؤلاء الباحثين من تخفيض التكلفة ديال الإيداع أو من تكلفة تسجيل براءة الاختراع، وأيضا سيسهل عليهم المساطير والآليات. بالإضافة إلى أن هذه السلطة اللي هي اليوم عندنا ستشكل مرجع على المستوى الإفريقي وعلى المستوى العربي في هذا المجال. لذلك لا شك أن هذا إنجاز مهم، وسيمكن أيضا الباحثين على المستوى الإفريقي وعلى المستوى العربي من إيداع بحوثهم، إيداع الكائنات الحية الدقيقة التي تدخل ضمن أبحاثهم لدى هذه السلطة المغربية. كما أيضا أريد أن أشير إلى أن مجال البحث العلمي والتقني شيء مهم جدا، دعامة أساسية للرقي للنهضة للتقدم ببلادنا. وكثيرا ما نشكو من أن البحث العلمي في بلادنا ليس في المستوى الذي نرجوه والذي نتمناه، وليس في مستوى التطلعات الكبيرة لانتقال بلادنا إلى مستوى المدن الصاعدة. وبالتالي فإن عقد هذا الاجتماع مهم جدا في هذا السياق، وخصوصا أن التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله ترمي دائما إلى الحث على جعل نظام البحث العلمي في صلب مجهودات التنمية ببلادنا، وهي تدخل في إطار الرقي بمنظومة التعليم العالي عموما وتطوير الرأسمال البشري وإعطاء للإنتاج الفكري والعلمي والتقني أهمية كبيرة في جهودنا لتكون بلدنا أولا، ويكون التنمية في بلدنا، ويكون اقتصادنا، ويكون شبابنا أيضا في مستوى التنافسية قاريا ودوليا، وليستطيع أن يكون قادرا على الإشعاع في هذا المجال. المركز الوطني للبحث العلمي والتقني كما تعرفون
هي الأداة الأساسية للدولة في تطوير البحث العلمي، وقد تمكن هذا المركز من تحقيق عدة إنجازات خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث دعم المركز ما يناهز على 150 مشروعاً يتعلق بريادة الأعمال، يتعلق بتحفيز روح المقاولة في الأوساط الجامعية، وأيضاً بلغ عدد التحاليل المختبرية المقدمة من طرف وحدات الدعم التقني للبحث العلمي التابعة للمركز خلال نفس الفترة ما يناهز 107,000 تحليلة، منها 90% لفائدة الجامعات. ويرصد المركز أيضاً سنوياً 300 منحة للباحثين المتميزين بقيمة 3000 درهم شهرياً يستفيد منها لمدة 36 شهراً. إذن نحن هنا لترصيد هذه المكتسبات، لتطويرها، لإعطائها دفعة جديدة، وخصوصاً أن هذا المجلس إن شاء الله سيتدارس مشروع الخطة الاستراتيجية للمركز ما بين سنتي 2018 و2022. هذه الخطة الاستراتيجية ذات أهمية مركزية تستمد مضمونها من التوجيهات الملكية السامية، وأيضا تستمد من الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، وأيضا من البرنامج الحكومي الذي يرمي إلى دعم البحث العلمي، إلى تعزيز آليات تثمين نتائج البحث العلمي، إلى الرفع من مردودية هذا البحث العلمي، وإلى ربط البحث العلمي بأهداف التنمية الشاملة والمستدامة. إذن هذه الاستراتيجية من المنتظر أن تمكن المركز، وبفضل مقاربة متضمنة فيها، من تعزيز موقعه داخل المنظومة الوطنية للبحث والابتكار وتطوير مناهج العمل، وكذلك ليسير المركز الدينامية التي تعرفها بلادنا على مختلف المستويات، ونحن محتاجون في هذا المجال بالخصوص إلى تطوير البحث العلمي، سواء على مستوى العلوم الدقيقة والعلوم التقنية، أو على مستوى العلوم الإنسانية والاجتماعية والذكاء الاصطناعي وغيره. إذن أريد أن أشكر جميع الإخوان والأخوات والإخوان اللي ساهموا في تطوير المركز وتطوير عمله وإعطائه واحد الدور مهم. إحنا كان نتمنى هذا الدور ديالو يتطور في المستقبل، باش نعطيه البحث العلمي واحد دور أكبر في بلادنا وفي مسيرة العلمية في بلادنا، سواء على صعيد الجامعات أو خارج الجامعات. البحث العلمي خص يكون متشعب، الجامعات هو في صلب البحث العلمي، صحيح هي الأساس ديال البحث العلمي، ولكن أيضا هناك عدد من المراكز الأخرى والمقاولة بالخصوص وأيضا جهات أخرى يمكن أن تساهم في هذا البحث العلمي بطريقة فعالة وأن تغنيه، ويمكن للمركز أن يكون صلة وصل بين مختلف المتدخلين في مجال البحث العلمي من الجامعة وإليها. إذن أتمنى يكون الاجتماع يعطي الانطلاقة لهذه الاستراتيجية، يعطي انطلاقة لمستقبل أهم وأفضل بالنسبة للبحث العلمي، ولا بد أن نحيي الباحثين بطبيعة الحال، هم الفاعلين في مجال البحث العلمي، نحيي الباحثين من هذا المنبر، ونتمنى لهم يعني ازدهار في البحث العلمي ديالهم ونجاحات متطورة ونجاحات متواصلة. احنا بغينا نعطيو الجامعة المغربية عموما موقع استراتيجي وطنيا واقليميا ودوليا، ونريد للبحث العلمي الوطني يكون عنده صدى على المستوى الوطني، تأثير في تطور الاقتصاد الوطني، تطور التنمية، تطور الفكر، تطور الثقافة، ولكن أيضا أن يكون له صدى على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، وما ذلك على الله بعزيز. إذا كانت عندنا العزيمة وكان عندنا كما قلت في الصباح الشغف، أن البحث العلمي هو واحد الحاجة اللي كتكون عند الإنسان لها شغف يقوم بها في كل الأحوال وفي كل الظروف، ومهما تكون الشروط، إحنا نبغي ونوفر شروط أفضل للباحثين،
ولكن أيضا الباحثون اللي عندهم الشغف في البحث العلمي ومحبة للبحث العلمي هم يعني يضحون بكل شيء في سبيل أن يضيفوا إلى مسيرة العلم إضافات جديدة، إضافات مبدعة، إضافات مستقبلية، إضافات مفيدة لبلدنا ولوطننا ولمواطنينا ولشبابنا على وجه الخصوص. مرة أخرى الشكر والتنويه بجهود الجميع، سواء كانوا العاملين بالمؤسسة بهذا المركز وعلى رأسهم السيد المدير، وأيضا باقي الإدارات التي تتشارك هذا الهم والتي تساهم مسيرة البحث العلمي. وأشكر أيضا السيد الوزير والسيد كاتب الدولة على جميع الجهود التي يبذلونها في هذا المجال. أتمنى أن تكلل أعمالنا بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.